حين يعلو الران وتستحكم الأقبال، وحين تسلك الطرق فتجدها قد سدت، وتطرق الأبواب فتجدها قد أغلقت، وتطلب العون من أهل العون فما ثم إلا عاجز أو جبان، فاعلم أنه إنما سد عليك الأبواب كلها لتطرق بابه، وقطع الحبال جميعها لتستعصم بحبله، وأنه اشتاق إلى أن يسمع منك نغمات هتاف وخضوع. يا رب ما لي سواك. وحشرني في